الرئيس السيسي يعرب عن ترحيبه بالأفكار الجديدة في كل المجالات ويؤكد أن الاختلاف في الرأي أمر مهم. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين. بايدن يحذر من أن استخدام روسيا للسلاح النووي سيكون خطأً فادحاً. السادسة صباحاً الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأفكار الجديدة في كل المجالات، مؤكداً في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري أن الاختلاف في الرأي أمر مهم. شوف يا أستاذ يوسف، أنا مهتم إزاي الناس معه وأفهم الناس بتفكر إزاي. بعد كل الكلام اللي إحنا قلناه، بعد كل اللي إحنا بنقوله وبنشرحه للناس، الاختلاف في الرأي مهم. صح. لكن الاختلاف في الفهم مشكلة. أنا بقول لك إن البلد دي قدرتها الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة. ده أنا بعترف لك. بقول لك ما أقدرش. مش أنا اللي ما أقدرش. قدرتها ما تقدرش. الدولة قدرتها ما تقدرش. طب ليه؟ هي إمكانياتها كده. إن كان حد يقدر يعمل حل يجي والله معايا وأنا هبقى سعيد بيه، أي حد، وعينه مسؤول ويتولى وأشوف وهسقف له وأبقى سعيد بنجاحه، لأن نجاحه هو هيبقى نجاح لينا كلنا. نجاح هذا الـ يعني اللي بيتكلم وبيطرح حلول ومهتم قوي بالمواطن والظروف الصعبة، وإنه يعني ما حدش يعني مهتم بيه ولا بيخلي باله منه. لا، ده خطير الكلام، خطير جدا. وما فيش حاجة ضيعت مصر خلال الخمسين سنة اللي فاتت يعني إن إحنا مش عارف، مش شايفين ولا مش عايزين نشوف، مش عارفين ولا مش عايزين نعرف، ولا احنا بنظبط كلام جنب بعض كده وخلاص. واشاد الرئيس السيسي بجهود الجيش المصري خلال الفترة الماضية، مؤكدا انه حال دون وقوع البلاد في احداث دامية. مش كفاية اللي حصل لمصر في 2011؟ ما شفناكمش ليه في 2013؟ كنتوا تقدروا تعملوا حاجة. انتوا سبتوها لما اتحرقت واتخربت كلها. وبعدين بقى لما انا بتكلم بصراحه من قلبي بقى، ارجوك اتفضل يا فندم. امال ايه؟ كله جري وخاف، حد يقدر يقف؟ قالوا دبحوكوا في الشوارع. لو ما فيش ايد حديد كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت، ولا نسيته؟ وما كانش حد يقدر يرفع صوته لولا ان في جيش قوي وقادر. أنا بقول الكلام دوت وأنا كنت شاهد عيان في كل شيء، مش واحد قاعد لمؤاخذة على جنب كده. لا، الكلام اللي بيتقال ده يزعل قوي، يزعل قوي. سيادة البلد الرئيس، البلد دي كانت هتتحرق، ولا كنت هتقدروا كلكم تعملوا حاجة. سيادة الرئيس اسمح لي اسمح بس يا يوسف. اتفضل يا فندم. كان كل المطلوب حاجة واحدة بس، أسكت أنا واتحط على الدماغ واسيبكم، واسيب الناس كلها، ومحدش هيقدر يقرب لهم. عندهم قواعدهم اللي عبر ما خلصت عليها خدت 8 سنين وقدمت اكتر من 3000 شهيد و12 13000 مصاب. واشار الرئيس السيسي الى ان مبادره حياه كريمه هدفها تقديم الخدمات الاساسيه لتحسين معيشه المواطنين. الحياه كريمه يا يوسف دي المفروض ان تكلفتها الماليه مؤاخذه يعني ما فيش اي شكل من اشكال الاستثمار. ايوه في استثمار يا يوسف. ليه؟ هو انت بتصرف على ايه؟ على الناس. بتعمل بغير حياته، بتعمل ميه شرب، بتعمل صرف صحي، كهرباء، بتعمل كهرباء بتظبطها، بتسفلت شوارع، بترفع كفاءه بيوت،
بترفع كفاءة مدارس، بتزود مدارس، ومنشآت أخرى وفرص عمل. يا فندم البرنامج أبو 700 ده النهارده هيوسف يكلف تريليون جنيه البرنامج ليه؟ طب أنا عايز أقول لك على حاجة، طب بس وأنا قلتها بالراحة يعني، عارف يا يوسف إحنا لما جينا أعلنا ده الشركات اللي بتجيب المستلزمات ديت غلت عليها السعر 30% يا يوسف. غلت إيه؟ 30% زيادة على الأسعار. أنا فاهم إن وما زعلتش منهم، قلت إيه؟ يا جماعة اتعاملوا مع الناس على إنهم ناس. ده تاجر، التاجر عنده فرصة، وحجم الطلب والعرض هو اللي بيحدد السعر. الطلب زاد قوي والمعروض كان واحد تقريبا، فغليت الدنيا. هنعمل ولا مش هنعمل؟ هنعمل هنعمل. والمرحلة زادت منها 6 شهور بعد ما كنا بنقول إن هي تخلص نص السنة اللي فاتت، يعني شهر 6 السنة دي يعني تكمل معانا لآخر السنة دي ونبدأ المرحلة التانية اللي كنا بنتمنى إن هم يخلصوا الثلاث مراحل في سنة 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 يعني. وأوضح الرئيس السيسي أن التعليم بحاجة إلى 60,000 فصل سنويا لاستيعاب الزيادة الجديدة من المواليد. التعليم يوسف عايز 60,000 مدرسة، آسف 60,000 فصل كل شهر كل سنة عشان يستقبل الزيادة الجديدة. صحيح. 60,000 فصل دول ده الفصل بس، الفصل بيبقى معاه يعني خدماته يعني. طبعا. يعني انت بتعمل مدرسه فيها 50 فصل، في دورات للاولاد والبنات، وفي غرف للمدرسين، وفي يعني مدرسه متكامله. مش هيك فانت النهارده لو قلت النهارده ان ال 60,000 فصل دول يكلفوا بين نص مليون او مليون، يعني انت بتكلف 60 مليار. دول ما لهمش علاقه يا يوسف بتكلفة التعليم. ده المبلغ ده انت عايز تحطه ده مبلغ عشان تعمل المدارس ديت. ثم انت محتاج بقى يعني ما عملت المدرسة اللي هو اجراءات تشغيلها. يعني ايه اجراءات تشغيلها؟ يعني المدرس ليه يدي بقى الدرس؟ لان العدد اللي موجود في التعليم دلوقتي حوالي 1.3 مليون في وزارة التربية والتعليم. لو ما انت هتزود عدد المدارس ديت المفروض بتزود عدد المدرسين كمان عشان يجابهم طبعا يعني العمل اللي هيتم في الفصول الجديده. ولفت الرئيس السيسي الى انه وجه الحكومه بتوفير الاثاث والفرش الجديد بالشقق المخصصه لسكان العشوائيات من اجل مساعدتهم على نسيان حياتهم القديمه. لما جينا نفرش الشقق دي قالوا لي بلاش. قالوا لي بلاش. قلت لهم يعني انا الناس اللي هجيبه معاهم هم جايين تعرفوا؟ فقلت لهم ما تعرفوش، الناس اللي هجيب حاجات هتفكرهم دايما بالظروف الصعبه. انا مش عايزهم ينسوا اللي هم كانوا فيه. عايزين حياه جديده. حياه جديده. ولو اقدر يا يوسف اعمل ده في مليون واتنين مليون هعمل. يا يوسف 2 مليون شقة، 3 مليون شقة، هعمل كده، هعمل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الحكومة بتنفيذ كل مخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مشيرا خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر إلى أهمية عقد مؤتمر سنوي بشأن الاقتصاد المصري. في البداية كل الكلام اللي تم التوافق عليه يا دكتور مصطفى احنا ملتزمين ان احنا نعمله. منصة صحيح. احنا ملتزمين احنا نعمله لان احنا ما عملناش الحوار ده عشان نستهلك وقت، نستهلك جهدكم وجهدنا وبعدين في الاخر خلاص. لا، الفعاليات اللي اتعملت والكلام اللي اتقال كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه. احنا كدولة وكحكومة ملتزمين ان احنا التوصيات اللي تم التوافق عليها نعملها. طب لو الحكومة وهي بتقول ده قابلت مشاكل، اكيد هتقابل. لابد يكون للمؤتمر ده آليات مستقرة مؤسسية تستطيع أن تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر. ليه؟ عشان وإحنا متحركين في تنفيذ التوصيات ديت قابلتنا مشكلة نتكلم فيها،
ونقول الموضوع ده كذا كذا كذا. فأنا بقول بالإضافة لأن احنا ملتزمين أن احنا نعمل كل التوصيات اللي تم التوافق عليها، لكن أنا بقول لكم عشان نجاعة الإجراء اللي احنا بنعمله محتاجين يبقى فيه للمؤتمر الاقتصادي، ومش للمؤتمر الاقتصادي بس، لكل منصة الحوار اللي احنا اتكلمنا عليها كلها. ووجه الرئيس السيسي الحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف الأعباء الاقتصادية العالمية على المواطنين وعدم تحمل المواطن لأي أعباء خلال الفترة القادمة. صعب أوي إن أنا أقول اللي احنا بنعمله ده من غير ما أقول إن زي ما شفتوا كده إن الواقع اللي موجود في العالم كله تأثيره سلبي جدا على كل الدنيا، وبالتالي الشعوب بتعاني، وإحنا في مصر أنا قلت الكلمة دي قبل كده وقلت إن حالتنا ما تتحملش يا دكتور مصطفى ضغط أكتر من كده، ما تتحملش إيه، بل بالعكس هتحتاج مننا نقول يعني نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دي حتى نخفف على المواطنين من التداعيات بتاعة الأزمة ديت. يعني أنا هقولها هنا، التوجيه للحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين وتوفير أكثر رجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثراً. أنا قلت بلاش نحن نعمل حاجة زيادة أكتر من كده على المواطنين، وأنا بأكد عليها تاني وبقول أنا بوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظراً للظروف الاقتصادية العالمية. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحوار الوطني لا يتجه في اتجاه محدد، وأضاف خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي أن الحوار يتضمن طرح كل القضايا سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مشيرا إلى أن هناك حاجة لعقد مؤتمرات لكل ملف من الملفات على غرار المؤتمر الاقتصادي. ساعة لما جانا حصلت الأحداث فأنا وعملنا البيان اللي كان بيان لو حد بيحسبه كويس قوي، ما هو ده تكملة الحوار الوطني يا دكتور ضياء، ده تكملة الحوار الوطني. ساعتها لما جيت عملت البيان ده كنت حريص على ان انا احافظ على التماسك الهش للدولة المصرية ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده، معقول؟ لاجل خاطرها، لاجل ان هي مش مستحملة اكتر من كده، خرج خلصت والمصرف. فكنت بقى موجود في مجلس الوزراء فكانوا يقولوا لي احنا عايزين نحافظ عليك، انت الايقونه بتاعتنا. انا بقول لكم كلام اتقال، انت الايقونه بتاعتنا، انت البطل. جميل، طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ بكلمكم بجد والله، انت البطل اللي حافظ عليك. ايه هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ لا مش ليا، انا ظهري ربنا، ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل. شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر، حيث قام بإعلانها ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني. الحوار والمؤتمر هما أمران وعملان متكاملان ومتشابهان، متشابهان في أكثر من معنى. التشابه الأول بينهما هو التنوع. في هذا المؤتمر وذلك الحوار هناك تنوع وتمثيل تقريبا لكل أنواع الطيف السياسي والخبرة المطلوبة في الأمرين. الأمر الثاني الجدية والتناول العلمي لكل ما يطرح وسيطرح، طرح في هذا المؤتمر وسيطرح في ذلك الحوار، التناول العلمي القائم على المعلومات المدققة وليس مجرد الاسترسال في الخيالات. الأمر الثالث هو العلانية أمام الجمهور والرأي العام المحلي والدولي، فكل جلسات المؤتمر الاقتصادي كانت على الهواء مباشرة، وكل جلسات الحوار الوطني ستكون على الهواء مباشرة، ف
فلا شيء يخفى على المواطن المصري ولا شيء يخفى على العالم، فكل هذه الهموم وهذه الشؤون وهذه الخلافات والاختلافات أيضا ستكون محلا لكي يراها الرأي العام المصري والدولي. الأمر الرابع هو أن كل من المؤتمر والحوار سينتهي إلى تحويل للمقترحات والتوصيات إما إلى تشريعات أو إلى قرارات. الأمر ليس حديثا مرسلا سينتهي إلى شيء، كما ذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوتيه للحوار والمؤتمر أنه إما سيحيل للبرلمان ما يمكن أن يكون مقترحا تشريعيا أو يصدر أو يحيل إلى الحكومة ما يمكن أن يكون قرارا تنفيذيا، فذلك هو المشترك الرابع في البنية والشكل. المشترك الخامس والأخير أن المؤتمر والحوار كلاهما يسعى إلى هدف واحد هو هذا الشعب المصري، هو بناء هذه الدولة الجديدة، هذه الجمهورية الجديدة. هدفهما ليس مجرد أهدافا فنية، ليس مجرد أن يجتهد الاقتصاديون أو السياسيون في وضع أشياء فنية، الهدف الأخير هو هدف كل دولة هو إسعاد المواطن. نوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة إكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها قمة المناخ. ونشير إلى أن تردد قناة إكسترا لايف هو 12092 فيرتيكال. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك في كل المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة. جاء ذلك خلال لقائه وزراء الدول المصدرة للغاز والمشاركين في الاجتماع الدولي 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز. كما أكد الرئيس أهمية ودور المنتدى للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لمشاركة كل أعضاء المنتدى في قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة السادة الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزاري 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، مؤكدا سيادته أهمية ودور هذا المحفل الحيوي للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا خاصة، وأنه يضم في عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالميا، وأخذا في الاعتبار تأثر قطاع الطاقة حاليا من جراء الظروف العالمية، وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة الاطلاع بدور أكبر في المشهد الحالي لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء والتي تؤهلها للمساهمة في تحقيق استقرار أسواق الطاقة. كما أكد السيد الرئيس على أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك في كافة المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية، معربا سيادته عن التطلع لمشاركة كافة أعضاء المنتدى في قمة المناخ عالميا COP27 والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعي وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة. وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا وزير البترول استعرض أهم أنشطة المنتدى في دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالميا وتحديات تأمين إمداداتها، بما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخلص التهنئة إلى ريشي سوناك على توليه رئاسة حكومة البريطانية، وتمنى الرئيس السيسي لسوناك وافر التوفيق والنجاح، مؤكدا التطلع للعمل المشترك والتعاون معه لترسيخ مسيرة العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين من أجل التعاون والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام في العالم.
شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوية التكتيكي جاسر 133 الذي تنفذه إحدى وحدات القوات للدفاع الجوي، ومشروع مراكز القيادة التعبوي كريم 108 لأحد تشكيلات القوات الجوية، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. كما نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكل العناصر المشاركة، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال الدفاع الجوي والقوات الجوية. كما ناقش عددا من القادة والضباط في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل المهام المكلفين بها، مطالبا بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. افتتحت القوات المسلحة قرية أبو صوان النموذجية بمدينة نخل في محافظة شمال سيناء، وذلك استمرارا لجهودها في دعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والمشاركة في توفير حياة كريمة لأهالي سيناء، والذي تم تنفيذها تحت إشراف قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري تلبية لمتطلبات المجتمع السيناوي. وتضمنت القرية النموذجية إنشاء منازل بدوية متكاملة ومجهزة بكل المتطلبات المعيشية، بالإضافة إلى مسجد ودار للضيافة ومراكز حرفية وأساسيات البنية التحتية وعدد من المرافق والخدمات العامة. وقام كل من قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء بتوزيع عقود تملك المنازل على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً، وعبر شيوخ وعواقل سيناء عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة في شبه جزيرة سيناء، مؤكدين العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وسرعة تلبيتها. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة في مكافحة جرائم الأموال العامة والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، نتابعها في التقرير التالي. استمرار للجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تدور بالاقتصاد الوطني، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في هذا الإطار، والتي أسفرت عن ضبط 3 تشكيلات عصابية بسوهاج والإسكندرية لقيام عناصرها بالاستيلاء على 29,500,000 جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجالات تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية والمستحضرات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنهم لم يسددوا تلك الأرباح، كما امتنعوا عن سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بالاستيلاء على قرابة 10,000,000 جنيه من مواطنين بطرق احتيالية، وأعلن التشكيل عن نشاطه عبر المنصات الإلكترونية بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية، وتلقى تحويلات مالية وإيداعات من ضحاياه. وقام عناصر التشكيل بإغلاق تلك المواقع عقب الاستيلاء على هذه الأموال. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي بسوهاج لقيام عناصره بالاستيلاء على قرابة 17,000,000 جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والتجارة مقابل أرباح متفق عليها، توقفوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لقيام عناصره بالاستيلاء على 10,000,000 جنيه من مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المستولى عليها. وفي إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة جرائم الاختلاس، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط موظف بإحدى الشركات بسوهاج لقيامه باستغلال طبيعة عمله كمندوب مبيعات بالشركة، واختلس 1,600,000 جنيه قام بتحصيلها من عملاء الشركة، وامتنع عن توريدها مستوليا عليها لحسابه الشخصي دون وجه حق.
وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة مقاولات بالقاهرة. اتخذ الشركة ستارا لإخفاء نشاطه غير المشروع في مجال تحويل الأموال من خارج البلاد والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم ضبط 6 ملايين جنيه بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك اتفقا على محادثة هاتفية على العمل معا لدعم أوكرانيا والوقوف في وجه الصين. وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أكدا العلاقة الخاصة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وعزمهما للعمل معا لتعزيز الأمن والازدهار العالميين. وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أضاف البيان أنهما أكدا أهمية العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله في تعزيز العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا، وذلك عقب محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك. وأعلن زيلينسكي أنه اتفق مع سوناك على كتابة فصل جديد في العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة داعيا الأخير لزيارة أوكرانيا، بينما أكد سوناك لزيلينسكي دعم بريطانيا الراسخ لأوكرانيا. توقع مسؤول أوكراني كبير أن تخوض بلاده وروسيا أشرس المعارك في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي الذي تسيطر موسكو على جزء منه. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأوكراني قوله إن الجيش الروسي يستعد لمواجهة القوات الأوكرانية المتقدمة. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه إذا استخدمت روسيا قنابل قذرة فسيكون لذلك عواقب. وأضاف البنتاغون أن المناورات التي تجريها روسيا لقواتها النووية روتينية وأنها أبلغت واشنطن بإجرائها. كما أعلن البنتاغون أن الجيش الأوكراني يحقق مكاسب في منطقة خيرسون. وفي الختام إليكم تذكيرا بأهم وأبرز العناوين. الرئيس السيسي يعرب عن ترحيبه بالأفكار الجديدة في كل المجالات ويؤكد أن الاختلاف في الرأي أمر مهم. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين. بايدن يحذر من أن استخدام روسيا للسلاح النووي سيكون خطأ فادحا. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة ولكم تحياتي محمد المهدي.